بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل اليوم عن تلوث البيئة. تكلمنا تلوث البيئة يشمل تلوث الماء والهواء وأيضا طريقة التخلص السليم من النفايات وتلوث الغذاء. اليوم نبدأ بعد ما خلصنا تلوث الماء حنتكلم عن تلوث الهواء. طبعا كنا عارفين إنه الهواء هو عبارة عن مخلوط غازي في يملأ جو الأرض ويعني ما في بخار الماء تكون عدة غازات زي ما أخذنا وإحنا يعني ضار نتكون من نسبة كبيرة من النيتروجين تمثل 78% والأكسجين 20% وأيضا في نسبة مهمة لغاز مهم جدا وإن كان صغيرة جدا لكن هنتكلم عنه بشكل كبير وهو غاز ثاني كربون يمثل 0.033% يعني أيضا بخار الماء وبعض الغازات الأخرى. ففي دور كبير لغاز يعني نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون هنتكلم عنه بالتفصيل. إذا زي ما شايفين عندنا رسم هذه المخطط أيضا يعني بهذا الشكل نفس الكلام نتكلم تقريبا أيضا إنه نتكلم عن إنه في تواجد في البيئة من هذه الغازات دائما الأصل في إنه تدبك وتكون هذه الغازات دائما مستقرة يعني بالذات نسبة غاز الأكسجين ونسبة غاز ثاني أكسيد الكربون كيف مستقرة إنه الإنسان بيأخذ أكسجين وبيخرج ثاني أكسيد الكربون النبات بيأخذ نبات والأشجار طبعا أكيد تأخذ اللي هو غاز اللي هو ثاني أكسيد الكربون وتخرج أكسجين في عملية البناء الضوئي. فهذه الأصل يكون في عنا في توازن دائما في الكون بهذه النسب. لكن الإنسان الحالي للأسف يعني خاق هذا التوازن ودمر الغابات اللي كانت تعطينا الأكسجين وأيضا يعني للأسف دمر الغابات للعمران لأشياء تانية وأيضا فلاحظنا بأنه هناك دائما في ارتفاع في نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون كانت يقال الآن أنها وصلت إلى 0.42% بعد ما كانت هي 0.033% سنة 1970. إذا في زيادة دائما نلاحظ زيادة في غاز ثاني أكسيد الكربون لأنه فيش احترام لهذه المنظومة منظومة وجود يعني للغابات التي أصل تخرج غاز الأكسجين وتأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون. إذا أصبح عندي هذا ما يسمى بتلوث الهواء. إذا إيش تلوث الهواء؟ هو وجود أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية بالهواء بكميات تؤدي إلى ضرر سواء فسيولوجية أو اقتصادية أو حيوية سواء للإنسان أو الحيوان أو حتى للآلات أو حتى هنشوف كمان شوية للبناء أو هذا. طبعا يقدر بحوالي يعني قدر 5,000 مليون دولار يعني بسبب أيضا ويسبب أيضا تأثير الهواء على المحاصيل والنباتات الزراعية. وطبعا نتكلم انه تلوث الهواء يسمى يعني يعتبر اخطر انواع التلوث. ليش اخطر انواع التلوث؟ لانه اذا كان تلوث الهواء فانه سيلوث كل مناحي الحياه، سيلوث التربه، سيلوث الماء، سيلوث الانسان، سيلوث كل مناحي الحياه. فعشان هيك يعتبر تلوث الهواء من اخطر انواع التلوث. ودائما أهم أسباب التلوث أيضا تعتبر اللي وسائل المواصلات من قطارات من سيارات تعتبر أكثر أنواع التلوث وأسوأها على الإطلاق. طرق تلوث الهواء، قد يتلوث الهواء بمواد صلبة. نعم هناك مواد صلبة تلوث الهواء. إيش المواد الصلبة؟ قد يكون زي الدخان، عوادم السيارات، الأتربة، أي حاجة نستطيع رؤيتها أو حتى أحيانا لا نستطيع رؤيتها، أتربة الإسمنت، أتربة المبيدات الحشرية تعتبر كلها مواد صلبة. هذه الأتربة تعتبر مواد صلبة تلوث الهواء. أيضا قد يتلوث بمواد
غازية وأبخة زي بعض الغازات الكلور أو أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، الأوزون. أيضا قد تلوث ببعض أنواع اللي هو البكتيريا والجراثيم والفطريات وغيرها. أيضا هناك تلوث بالإشعاعات الذرية والطبيعية والصناعية. طبعا هناك التلوث الإشعاعي طبعا خطير جدا، وكنا بنعرف ما خطورة التلوث الإشعاعي، لأنه أيضا أصعب زي ما تكلمنا تلوث الهواء إشعاعيا حيلوث الهواء والماء بطريقة إشعاعية، وحتى حتى حيسبب ذلك إلى الحيوانات والأسماك والنباتات. إذا أيضا إذا تلوث الهواء حيلوث تلوث الماء، عامل تلوث إشعاعيا للتربة أيضا وينتقل إلى التربة ويكون خطير جدا. وفي أمثلة في التاريخ كانت واضحة جدا أنه كيف تأثير هذا التلوث على الإنسان. في حادث اسمه حادث تشيرنوبل، هو عبارة عن مفاعل نووي كان لتوليد الطاقة كان موجود في أحد الولايات اللي تحت الاتحاد السوفيتي. وطبعا أصبح هذا بعد ما تفجر هذا اللي هو المفاعل النووي، فأصبح إنه في عندي تلوث الهواء والغبار في لغاية 100 كيلومتر من هذا المفاعل. أيضا زي ما احنا عارفين إنه احنا كمان في عندي كيف استعمل أيضا بشكل في الحرب، كيف إنه الولايات المتحدة الأمريكية استعملت القنابل الذرية في ناجازاكي وهيروشيما في أبان الحرب العالمية الثانية، وكيف يعني كان تأثيرهم في اليابان. طبعا اليابان مطلع اليابان، وكان تأثيرهم لحتى الآن ما زالت هناك بعض المناطق غير صالحة للزراعة بسبب يعني هذه القنابل النووية. إذا هناك طبعا هناك خطورة كبيرة من التلوث النووي، قد يتلوث الهواء نوويا. يعني أيضا فطبعا التلوث النووي كنا عارفينه كيف هناك أيضا ليس فقط من يعني ما هو التلوث النووي، قد يكون بالراديوم أو بحاجة يسموها بنات الرادون زي اللي هو بعض الأمثلة اللي شايفينها، هذه تكون سامة جدا. وأيضا هناك تلوث طبيعي بأنه هذا بنات الراديوم ممكن يخرج من الصخور ويعني يدخل إلى بعض البيوت المبنية على الجبال والصخور، فهذا تلوث طبيعي عليك على لذلك يعني يحظر على هؤلاء الناس إنه دائما يغلقوا الشبابيك. لازم هؤلاء الناس دائما يفتحوا الشبابيك اللي ساكنين على بعض الجبال وبعض المناطق الصخرية، فيجب أن يفتحوا الشبابيك بشكل دائم. ليش؟ لأنه في هناك تلوث طبيعي لغاز الراديوم. التلوث الإلكتروني، طبعا الإنسان بيعيش في مجال من الموجات الكهرومغناطيسية، هذه مالية حياتنا بشكل خطير جدا، زي الأجهزة الإلكترونية، الحاسوب، التلفزيونات، كلها موجات كهرومغناطيسية. وطبعا يعني الإنسان يعيش في شبكة، تصور إنه أنت عندك جوال، إذا في عندك خط جاي من المحطة إلى جوالك، فطبعا إذا الإنسان يعيش في شبكة من أو في موجات في مجال من الموجات الكهرومغناطيسية، وهذه يعني يقال بأنها ما زالت تحت بحث وكذا، ولكن قالوا بأنها قد تسبب بعض حالات عدم الاتزان أو بعض حالات الصداع المزمن وبعض أشياء الآن اللي إحنا مش عارفين إيش سببها، غالبا بيكون مرضها
إلى التلوث الإلكتروني في الهواء. كان تلوث إلكتروني وهو يعتبر من أخطر، يعتبر خطير جدا، ويسمى الملوث الكامل. إذا التلوث الإلكتروني يسمى الملوث الكامل. ليش؟ لأنه يعني تلوث غير مرئي، أن لا نستطيع رؤيته، صامت، ليس له صوت، ليس له مذاق، ليس له رائحة، فيعتبر كأنه يعني الجريمة الكاملة، ملوث كامل، هو عبارة عن لأنه غير مرئي وصامت وليس له أي مذاق ولا رائحة، فهو يعتبر الملوث الكامل. لو جاك سؤال ما هو الملوث الكامل؟ هو التلوث الإلكتروني. إذا نحن سجناء في قفص كهرباء مغناطيسي ناتج عن هذه الأجهزة الإلكترونية اللي كنا بنستعملها زي الجوالات والموجات البث الإذاعية، موجات البث التلفزيونية، بث اللاسلكي، كلها تعتبر يعني موجات كهرومغناطيسية، ونحن نعيش في يعني سجناء في قفص كهرومغناطيسي. إذا نبحث عن بعض أنواع الملوثات. أول ملوث اللي هو ملوث أول أكسيد الكربون، وأول أكسيد الكربون سمعنا بقصص كثيرة عن مجموعات أو عائلات كانت في الشتاء يعني تدفى على النار أو على الفحم، ثم تم موت هؤلاء الناس، وأحيانا يسموه الموت السعيد أو الموت الهادئ. ليش؟ لأنه غاز أول أكسيد الكربون عندما يخرج من الفحم ليس له رائحة ولا طعم ولا لون، وهؤلاء لا يستطيعوا أنه يقوموا من مكانهم ليفتحوا الأبواب أو يعملوا تهوية. ليش؟ لأن غاز أول أكسيد الكربون عنده سرعة امتصاص يعني في خلايا الدم الحمراء أكثر وأسرع من الأكسجين 200 مرة، أسرع وأكثر من الأكسجين 200 مرة، فالخلايا الحمراء تفضل غاز أول أكسيد الكربون عن غاز الأكسجين، وبذلك الذي يصل إلى أنسجة الجسم والعضلات وغيره هي عبارة عن غاز أول أكسيد الكربون التي لا تستفيد من الجسم، وهذا يسبب تلف للأنسجة ووفاة إنسان في بعض الحالات. في بعض الحالات وشفنا أمثلة كثير، نسمع دائما أنه الناس بتتدفع الفحم دائما في قصص كثيرة، بنلاحظ صباحا بلاقيهم 200 من الفحم والأسف الشديد. أيضا تلوث بغاز ثاني أكسيد الكربون. غاز ثاني أكسيد الكربون أيضا له قدرة أنه يتحد مع الهيموجلوبين الموجود في كرة الدم الحمراء ويتحد بدل من الأكسجين، لكنه ليس بقدرة غاز أول أكسيد الكربون، فهو سبب لا يسبب الوفاة في حالة بشكل عام، لكنه يسبب ضيق في التنفس ويسبب اختناق، وطبعا لكن له تأثير كبير على البيئة، له تأثير كبير على البيئة، ويسبب ظاهرة تسمى ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري قد نعطيكم فيديو أو أنتم تشوفوا فيديو ما هي ظاهرة الاحتباس الحراري. وبعض طبعاً ظاهرة الاحتباس الحراري هي بترفع درجة حرارة سطح الأرض عن ما هو مطلوب منها طبعاً، وغاز ثاني أكسيد الكربون يمثل يعني نصف يعني المقدار من التسخين، ونصف ثاني نسميه غازات زي غاز كلوروفلوكربون وغازات أخرى، وهي الغازات مركبات الكلوروفلوكربون، أو بنسميه احنا غاز الفريون، وهو عبارة عن غاز الثلاجات. الثلاجة لما بتكون بتعمل وبتشتغل عادي لكنها ما بتثلجش، هذا تكون بنقول ناقص غاز، وهو غاز الكلوروفلوكربون. هذا طبعا هو يسمى يعني هذا غاز كلوروفلوكربونز او مركبات الكلوروفلوكربونز، تستخدم في اجهزه التبريد في الثلاجات، في المكيفات، في غيرها، وهذه لها تاثير كبير على، وحنخرج بالتفصيل على ثقب او حدوث ثقب الاوزون او تدمير طبقه الاوزون، وحنشوفها وهو رمزها O3. طبعا الاوزون في الطبقات العليا موجود بشكل طبيعي في الستراتوسفير، هو احد الطبقات، وهو مهم جدا لانه وهو غاز طبيعي، هو غاز الاوزون موجود في طبقات الارض
العليا وهو يحمينا من الأشعة الفوق بنفسجي ويحمينا من الأشعة الفوق بنفسجي. إذا ما هي أهمية طبقة الأوزون؟ إذا هي حماية سطح الأرض من الأشعة الضارة الشمس اللي هي اليو في بسميها أو الترا فيوليت. طبعا هذه هي إيش اللي تصل إلى الأشعة اللي تسبب أضرار. هذه الأشعة الفوق بنفسجية إذا وصلت إلى الإنسان بشكل كبير ممكن تسبب أضرار بالغة للإنسان، وخاصة بتعمل عنده سرطان الجلد وأيضا ضرر الإنسان والحيوان والنبات أيضا. طبعا أيضا يقال بأنه أيضا اللي هو الأشعة الفوق بنفسجية وجودها ممكن يسبب يعني ضيق في التنفس، حالة الإرهاق وغيرها من الاضطرابات التي تعكس يعني تأثر الجهاز العصبي. إذا ما هي كيف يتم هدم طبقة الأوزون أو تأكلها أو استنزافها أو زي ما احنا بنسميه ثقب الأوزون؟ إذا غاز مركبات كلوروفلوكربونز إلى تأثير كبير على تأكل طبقة الأوزون. كيف يتم تأكل طبقة الأوزون؟ بكون تقوم الأشعة الفوق بنفسجية زي ما انتم شايفين هنا CFS. ممكن تكون يعني عدة أشكال للمركبات الكلوروفلوكربونز يعني تحلل عن طريق الأشعة الفوق بنفسجية إلى يعني اللي هو أحد مركبات الكلوروفلوكربونز مع الكلور. الكلور الآن يقوم بهدم الأوثري، قلنا هي طبقة الأوزون. يقوم الأوثري الكلور بهدم طبقة الأوزون مكون لي اللي هو غاز الأكسجين مع أول أكسيد الكالوين. ثم يقوم أول أكسيد الكالوين أيضا بهدم طبقة الأوزون وبعطينا كلور، وأكسجين الكلور الناتج أيضا ممكن يدخل في عدة تفاعلات كيميائية أو يعيد هذه التفاعلات مرة أخرى في سلسلة لا نهائية من التفاعلات. إذا أحيانا طب إيش تأثير غاز ثاني اللي هو تأثير المركبات الكلوروفلوكربونز التي تسبب اللي هو ثقب الأوزون؟ ثقب الأوزون ممكن يسبب لي كثرة الفيضانات، العواصف، قلة سقوط الأمطار، وطبعا ارتفاع أمواج المياه البحر وكل الظواهر اللي تشوفوها تسونامي وغيرها بحللوها إلى ثقب الأوزون. أيضا الهواء قد يحتوي على أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت الناتج عن احتراق الوقود من المصانع بشكل كبير، واستنشاقها ممكن يسبب أضرار لصدرية كبيرة للناس بالذات اللي عندهم أزمات ربو أو حساسية. هذه كمان أكسيد النيتروجين تسبب وثاني أكسيد الكبريت تسبب ظاهرة اسمها يعني تسبب يعني إذا ذهبت إذا يعني انطلقت إلى الجو فإنها تتفاعل مع اللي هو مع بخار الماء وتكون لي المطر الحمضي أو الأمطار الحامضية، إذا هذه الأكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وكل لك أنواع الأكسيد هذه عندما تنطلق إلى الهواء الجوي وحتى غاز ثاني أكسيد الكربون عندما تنطلق إلى الهواء الجوي مع بخار الماء تتكون مطر، وهذا المطر يسمى المطر الحامضي، وهذا المطر الحامضي له تأثير كبير وخطير على النباتات. وعشان نقول مطر حامضي يجب أن يكون يعني نسبته بين 5 يعني بنسبته أقل من 5، وغالبا المناطق اللي نشطة بالباكين بكون فيها يعني هذه الغازات يعني المطر الحامضي بكون عنده حامضية 4. ولهذا احنا لما بنشوف الباكين بنلاحظ في الباكين انه لا يوجد في الباكين او حول الباكين اي نباتات. ليش؟ لانه الامطار الحامضية هي بتقتل كل هذه الامطار وبتخلي لي التربة حامضة، والتربة الحامضة غير قادرة وهي يعني تربة سيئة لأنها لا تصلح للنباتات. إذا التربة الحامضية لا تصلح للحياة النباتية. أيضا هذه الأمطار الحامضية قد تجيب معها أيضا بعض المعادن السامة زي الزئبق والرصاص والألمنيوم والزنك، وأيضا بتسبب اختناق وتسمم. الأوزون الأرضي أيضا
تحتوي الهواء أحيانا كملوة أوزون. قلنا طبقة أوزون ممتازة، طبقة أوزون تحمينا من أشعة الفقر البنفسجية، لكن هناك الأوزون الأرضي الموجود على الأرض بالضبط على سطح الأرض، هذا أوزون خطير، وهو أيضا طبعا أيضا يعني يسبب تلوث وضرر للكائنات الحية التي موجودة على سطح الأرض، ويعني زي أكاسيد نيتروجين والهيدروكربونات. في ملوث اسمه مجموعة بي أم 10، وهي عبارة عن، وهذا بيجي السؤال ما هي مجموعة البي أم 10؟ هي عبارة عن مجموعة ملوثات للهواء طبعا بس القطر جاءت إلى 10 مايكرو متر. يعني ليش نجينا 10 مايكرو؟ طبعا كل ما كبر الملوث كل ما كان أقل خطورة. الملوث الأصغر هو بمثل خطورة أكبر، لما توصل إن تكون ملوث صغير ويصل إلى 10 مايكرو متر هذا ملوث خطير، لأنه بيلتصق بالأنسجة، لأنه الملوث أكبر من هيك ممكن يخرج عن طريق اللي هو عن طريق القصبة الهوائية، عن طريق السعال بيخرج هذا الملوث، لكن لما يكون أصغر من هيك ويصل إلى 10 مايكرو متر فإنه يلتصق بأنسجة الرئة مسبب آلام بالغة وأزمات في وتؤدي إلى الوفاة للجهاز التنفسي. أخيرا أكيد الهواء ممكن يعني يتلوث ببعض الأتربة والغبار، ممكن تسبب سرطانات زي الدم كتسمم الدم، أمطار، أمراض القلب، سرطانات وأمراض جلدية. أيضا تكلمنا عن تلوث كيميائي، أيضا قد يتلوث الهواء تلوثا يعني جوثوميا، تلوث الهواء بشكل ميكروبي ممكن يحتوي على الكثير كثير من الميكروبات، بيحتوي على الكورونا، بيحتوي على نوكوكاس السبب التهاب رئوي والسحائي، بيحتوي على بكتيريا السل شلل الأطفال، كل أنواع البكتيريا أيضا ممكن تكون موجودة في الهواء، الحصبة كلها ممكن تكون موجودة في الهواء وتمثل خطورة على الإنسان والحيوان. كيف بصير؟ زي ما تكلمنا عن الكورونا بالضبط، انه والله الانسان بيسعل، او احنا بنتكلم عن احيانا في بعض الامراض تنتقل عن طريق العطس اللي هو ممكن يعني عده مترات، طبعا هذه القطرات تكون تحتوي على الميكروب، بيجي الانسان بيستنشقها بتصير خطيره عليه وبصير ممكن تحمل معها الميكروب، او بتكون قطرات صغيره ممكن تنزل ويعني قطرات صغيره ممكن تنزل وثم تجف الهواء ثم تخرج مره ثانيه ويستنشقها الهواء بشكل أكبر. يعني هذه خطيرة، تكلمنا بأنه العطسة أو السعال ممكن توصل إلى أكثر من 3 متر، وتكلمنا الحديث عن الكورونا أنه ممكن تمثل 6 متر أو أقل أو أكثر، ففي كلام خطير جدا. إذن كيف ممكن أنه نكافح الأمراض المنقولة عن طريق الهواء؟ أكيد التهوية الجيدة، كل ما أتكلم عن شفتوا يعني كيف نتكلم عن إلى حد كبير عن الكورونا، لا نتكلم عن التهوية الجيدة، تفادي الازدحام الشديد، عزل المصابين، التثقيف الصحي عن طريق تغذية الفم، السعال أثناء العطس والسعال، استعمال المناديل إلى حد كبير، طبعا استعمال كمامات الأنصار، طبعا عدم المشاركة في التدخين، لبس الكمامات في المستشفيات. إذن ما هو علاج تلوث الهواء؟ أيضا وعي، وهذا كله سمعناه يعني إلى حد كبير، وعي ذاتي بأهمية التلوث وخطورة التلوث. أي نشاط صناعي، مصنع بير أو سيارة لازم نوقف، إذا كان يتلوث بيها وتدمر بيها لازم نوقفها، نعمل مناطق صناعية، نطور أساليب مكافحة يعني التلوث، ونبدأ نحط أدوية ونحط فلاتر، نحط أي شيء ممكن يقلل من التلوث. أيضا هنشوف كيف أنه يعني عدم التخلص السليم من القمامة والنفايات ممكن أيضا يحدث لنا نفس الإشكالية. نحاول عكس عملية التدمير اللي صارت، نحاول نقوم بعمليات تشجير على نطاق واسع، الكشف الدوري عن السيارات، لأن السيارات قلنا هي أكثر ناقل أو أكثر يعني مصدر اللي هي الغازات
والملوثات الهواء، أيضا ممكن نفصل الملوثات الضارة ونحسبها وعدم سحب انطلاقها إلى الوسط الخارجي. نحاول نأكسد الغازات ونحاول نأكسدها، مثلا أكسد غاز تحويل غاز أول أكسيد الكربون إلى غاز ثاني أكسيد الكربون، غاز أول أكسيد الكربون سام، غاز ثاني أكسيد الكربون أقل سمية. نحاول نغير أنواع الوقود، أكثر أنواع الوقود مثلا نغير الفحم، نغير كذا، ويكون عندنا أنواع مثلا طاقة بديلة زي الطاقة البديلة، عارفين نشتغل إيش الطاقة البديلة اللي هي طاقة الهواء وطاقة الرياح وطاقة الماء، طاقة الماء وطاقة الهواء وطاقة الرياح. طبعا هذه طاقة بديلة مهمة جدا وهي غير ملوثة للهواء. أو في الأخير أخيرا نوضع تشريعات أيضا ولوائح لحماية البيئة من التلوث. هيك بكون احنا خلصنا موضوع تلوث الهواء. وطبعا احنا مش هناخد مع بعض تلوث ال، هنتكلم بعدين عن تلوث النفايات أو إدارة النفايات، لأنه أيضا موضوع خطير اللي هو تخلص، يجب التخلص من النفايات بشكل سليم وبشكل صحيح.